الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. نعم معاشر الأحبة، ها نحن في موسم من مواسم الآخرة، وها نحن في أيام ما طلعت الشمس ولا غربت على خير من هذه الأيام. وإنك لتعجب أن عشر ذي الحجة لا يحتفي الناس، أو كثيرا من الناس لا يحتفون بها، مع أنهم يحتفون برمضان ويفرحون برمضان، وحق لهم أن يفرحوا برمضان، لكن ما علموا أن هذه العشر هي خير من أيام الدنيا كلها، أي أنها على الصحيح خير من نهار رمضان، بل والصحيح خير من ليالي رمضان. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر.